الله الرحمن الرحيم. نحن الآن أمام أحدى المحلات الكبرى لبيع لعب الأطفال، وخاصة في شهر رمضان المبارك فوانيس رمضان. هنا كان لنا لقاء مع الأستاذ مينا محسن من أضباط الفيوم، وراجل يعني بصراحة عامل عروض حلوة جدا. اتعرف بحضرتك. مساء الخير مينا محسن. احنا هنا شغالين في فوانيس رمضان بقالنا 12 سنة. تمام، معروفين جدا. اكبر محل يعتبر شارع البوسطة هنا بيبيع فوانيس لعب اطفال. طبعا بتخفضوا طبعا لهذه المناسبة الطيبة، يعني الاخوة المسلمين يعني بتعملوا تخفيض باذن الله. احنا بنحاول نحط اقرب سعر ممكن، لان طبعا الدنيا دخلت شهر رمضان بتبقى اصلا معروفة وضغط على الناس. تمام، والدنيا مش مستاهلة يعني. طب ممكن نعرف مين انواع الفوانيس اللي عندك هنا اللي موجود مثلا والاسعار؟ الفوانيس اللي من دول الدنيا بدات تتحول لاشكال لعب اكتر. انا شايف فانوس سمك اهو، عايز ده نوع جديد، ده نزل السنه دي. في سمكه، في سبايدر مان. ده ممكن شغل واحد يجيب كام دي حضرتك السمكه؟ 75 جنيه. دي ب 75 جنيه؟ حاجه جميله جدا. وفي ايه تاني حضرتك؟ في كل الاشكال بقى ديت، عرايس شخصيه. عروسه بكام دي حضرتك؟ العرايس دي اسعارها بتبدا من 50 لحد 100. وفي فانوس مصري السنه دي انت جبته حضرتك، كنت بتقول عليه ده صناعه مصريه. بكام ده الصناعه المصريه؟ بدات تتحول اكتر اشكال لعب، منها فوانيس. تمام، وبعدين فمصر بدات تطور من نفسها وعملت حاجه صناعه مصريه زي ده. الفانوس المصري كان الشكل الطبيعي ده. بعد كده اتحول ان مصر عملت ده. بكام المصري ده؟ ب 100؟ ده ب 100 جنيه. ودي فوانيس صغيرة بقى، صغيرة دي اللي هي بتنور بس. دي ميداليات. ميدالية بكام؟ بكام دي يا استاذ؟ 5 جنيه. طبعا احنا بنشكر حضرتك. طب في اقبال طبعا السنة دي الحمد لله يعني. طبعا كل سنة في اقبال على اشكال جديدة اكتر، فعشان كده السنة دي مصر اتطورت من نفسها وعملت شكل العاب، لان الاطفال بقت اكتر بتقبل على شكل الالعاب اكتر من الفانوس. بس طبعا لازم يبقى في شكل الفانوس الاصلي علشان التراث الرمضاني. التراث الرمضاني شهر. احنا بنشكر حضرتك يعني على هذه اللفتة الطيبة ومكتر خيرك يعني. العفو على ايه، تحت امرك. اتفضل.